اهلا بيكم في حلقه جديده من سمارت توك ات ذا ثينك تانك باي سمارت فيليج. النهارده ضيفنا شخصيه مميزه للغايه، هنتكلم على قطاع من اهم ما يمكن، هي مصر الجديده بتتبني كلها النهارده، مش بس الجمهوريه الجديده، مصر الجديده كلها بتتبني على اسس مختلفه عن كل حاجه حصلت في المده اللي فاتت. عايزين نبني على قواعد راسخه، بنيه اساسيه، قواعد هندسيه دقيقه وصارمه وجميله كمان، وجه حضاري لمصر. ضيف النهارده المهندس احمد سيد، رئيس مجلس اداره اي سي جي، جماعه المهندسين الاستشاريين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اولا احنا في المكان اللي احنا فيه ده هو نموذج عبقري، بيقول مش هقول كلمه كبيره بس هي عظمه اداء اي سي جي. احكي لنا عن المكان الجميل اللي احنا فيه اولا. الحقيقه المشروع ده كان محتاج ناس عندها فيجن واقتناع بيه، و يعني البدايه طبعا كانت من وزاره الاتصالات ايام دكتور نظيف ما كان وزير الاتصالات، اللي كان عندنا الحقيقه في اي سي جي وتحمس وكان بيزقنا للدخول في هذا المشروع كان مهندس عمرو علوبه الله يرحمه. انا فاكر في اجتماع مجلس اداره جاب يقنعنا بالمشروع واننا نخش شركه فيه واننا نخش نبتدي نعمل الديزاين والماستر بلان. يعني لازم اعترف احنا ما كناش ودنت هاف ذات فيجن ات ذا تايم يعني، وفعلا ابتدينا دخلنا في هذا المشروع، ابتدينا بالماستر بلان بتاعه القريه الذكيه. طبعا ابتدينا من حيث انتهى الاخرين، يعني بعتنا ناس من عندنا شافوا سيميلر كومبلكسز سواء في امريكا، سيليكون فالي، في دبي، وحتى يعني عشان نبتدي من حيث انتهوا ابتدينا نطور كمان. يعني مثلا في دبي كان من ضمن المشاكل كانت الباركينج، ان الحتت بتبقى زحمه، كميه عربيات بتاعه الموظفين. فالديزاين اللي اتعمل هنا ان كل الامبلوي باركينج كله اندر جراوند، اوكي، وفيري ليميتد باركينج سبوتس سيرفيس، نحاول استغلال امثل بقى المكان للزوار بس. وبالتالي زودت مساحات الخضره واللاندسكيب بشكل رهيب. يعني البيلت اب اريا هنا تمثل 10% والباقي كله لاندسكيب وخضره وسيرفيس. انا عايز اقول لحضرتك ان الحاجه الوحيده اللي شفتها يعني مقاربه لهذا النموذج الجميل كانت في بنجلور في الهند، وكانت معموله لمالتي ناشنز كثيره جدا وشركات بتخدم العالم كله. هي مدينه كامله بالاكتيفيتيز، ناس عايشه فيها من الصبح لغايه بالليل. اعتقادي هنا برضو في كل انواع الخدمات موجوده هنا. طبعا متكامله وفيها كل الخدمات وكل الفاسيلتيز اللي اني بزنس هتحتاجها. يعني مثلا التكييف هنا اهو، التكييف احنا كانت مشكلتنا في العمارات اللي تلاقيها كلها اللي فيها مكاتب تلاقي فيري اجلي الاجهزه اللي طالعه، الاجهزه اللي في العمارات. هنا في تكييف مركزي للقريه كلها، ديستريكت كولينج بلانت. فاولا ما فيش مبنى عليه تشيلرز من فوق، عليه كولينج تاورز. نمره اتنين ان الديستريكت كولينج بلانت لمشروع زي ده فيها مزايا كتير في توفير الطاقه، توفير الانفستمنت، فا ات از انفايرومنتلي فريندلي، فيها جزء من التشيلرز بيستعمل ناتشرال جاس. فالتكييف متوفر هنا اهو بشكل فيري افيشنت فيري مودرن. الكهرباء في هنا سب ستيشن واخده من مصدرين، فالكهرباء سكيورد، هاي سبيد انترنت. فديس از ا موديل. والحقيقه بعدها بقى في حاجات اتعملت في المعادي، اتعمل حاجات تانية في المعادي وبيتعمل دلوقتي في العاصمه، في مدينه المعرفه بتتعمل، اتبنت في العاصمه. جميل. فلا ات از موديل، وفي حاجات كتير اتعملت على الحاجات الجميله برضو اللي احنا شفناها هنا كتير جدا. الخدمات بقى المصاحبه كلها، البنوك بقت كلها، المكان بقى قبله، يعني ساكا ميكا فور بزنس. طبعا خدمات مسانده زي ما حضرتك قلت، فود كورتس ولا وات ايفر، ايفريثينج البزنس ممكن تحتاجها موجوده هنا. ابسولوتلي. التشالنج الكبير قوي ان حضرتك بتعمل اي سي جي، وده اللي بيميز زي ما اي سي جي حضراتكم بقيتوا تعملوا نماذج، مش بتكلم على عمارة ولا حاجة صغيرة، بتعمل نماذج متكاملة. أيوة. تقبل الماركت ليها ايه، وتقبل البوتنشال كاستمر والتمويل لان العملية كبيرة قوي، هي مش مجرد حضرتك تبني مثلا عمارة واحدة ولا غيره. الحقيقة هي it is a very complex job. يعني احنا اي سي جي احنا الحمد لله حجمنا دلوقتي بينا فوق 3000 موظف. ف it's more of an enterprise. انما we're still offering a professional سيرفيس. اوكي. وبالتالي العلاقه اللي مع الاونر لازم تبقى لسه اون بيرسونال ليفل موجوده. وانا بادي خدمه بروفيشنال، انا لازم ابقى قاعد مع الاونر ابقى فاهم
ايه الريكويرمنتس بتاعته، ايه مشاكله، ايه احلامه، عشان اقدر اديله اللي هو عايزه. حضرتك كانك بتعمل هنا الموديل بتاع كي اكاونت مانجمنت. بالظبط. الكاستمر از نوت عمره ما هيبقى صغير، هيبقى دايما كبير. والبروجكت مانجر بتاعي مهمته ان هو يبقى قاعد مع الكلاينت فاهم ايه الريكويرمنتس بتاعته. لان انا ممكن اديله حاجه حلوه جدا وجميله جدا بس ات دازنت سوت هيم. بالظبط. يعني مش كل واحد هيبقى محتاج نفس عنده نفس الاحتياجات زي التاني. انا هوقف حضرتك هنا واسالك سؤال. في مكان ضخم جدا زي سمارت فيليج، حضرتك عندك كل انواع الشركات، كل انواع الشركاء، هنسميهم شركاء مع حضرتك، اكيد ليهم طلبات مختلفه برضه. طبعا. هاو دو يو كيتر؟ يعني انا عارف ان هنا في نماذج مختلفه، حتى بنتكلم على طبيعه المساحات، بقى هنا في مساحات ما اعتقدش موجوده في مصر كلها مثلا او غيره. How do you manage that؟ لا ما طبعا زي ما انت بتقول you have to cater to each client independently. ولازم تبقى فاهم كويس قوي هو ايه الريكويرمنتس بتاعته. هل ده بيعمل اوف؟ يعني احنا الحمد لله مثلا عاملين هنا يمكن 80% of the office buildings. في حد بيعمل اوفيس بيلدينج لشركته. فلازم هتفهم ايه الريكويرمنتس بتاعته، الستاف بتاع شركته شكلهم ايه، وات ار ذا سبيس ريكويرمنتس وكده. في حد تاني بيعمل اوفيس بيلدينج عشان ياجره، هياجره سبيسز 100 متر ولا هياجره سبيس 1000 متر. ف يو هاف تو اندرستاند هو الاوبجكتيف بتاعه ايه عشان تديله حاجه تخدم الغرض بتاعه. على مدى على مدى السنين هنا طبعا اكيد برضه الاند يوزر تطورت نوعيات الشركات، بقى في شركات كثيره هنقول حجم اصغر بس بومينج ما شاء الله، فاحتياجاته مختلفه. يور كوبينج ستيل مع كل التغييرات دي. يعني المكان ما اعتقدش ان هو بنفس الـ الاساس اللي اتعاملوا بيه زي ما هو بدون اي تغيير لغايه دلوقتي. حصل تغيير مع الوقت هنا؟ لا طبعا، احنا يعني تطورنا بشكل مع اللي بيحصل في السوق ومع طبيعه الكلاينتس. يعني الشركه ابتدت سنه 69 باثنين، مهندس سامي عبد القوي ومهندس اشرف علوبه وسكرتيره في مكتب في وسط البلد. فكانت بدايه الشغل هتبقى مثلا عماره فيلا بتاع. النهارده احنا زي ما قلت لحضرتك احنا حوالي 3300 عندنا فروع في 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 دول كتير بره مصر، في دول الخليج، في السعوديه، في افريقيا. طريقه الشغل لما كنا بنشتغل حاجه محدوده طبعا تختلف على الطبيعه النهارده. هو كمان برضو من الاول فكر المؤسسين هو ان ينشئوا مكتب متكامل. حلو. لان كان اللي منتشر في هذا الوقت كان يبقى فيه مكتب معماري، راجل مهندس معماري مشهور وتصميماته جميله جدا، ومكتب تاني انشائي لوحده بالظبط، مكتب اخر يعمل الكتروميكانيكال او صحي كهرباء. فهم كان فكر المؤسسين ان هم ينشئوا مكتب استشاري متكامل مالتي ديسيبلينري. ده اللي عملوه. فده اصبح مناسب مع تطور الشغل ودخولنا في العمليات الكبيره. اننا بقينا عندنا كل التخصصات اللي مطلوبه في اي مشروع. كله داخليا. المعماري بيبتدي من عندنا ما يسمى الديزاين ستوديو، اللي هي مجموعه من الشباب اللي عندهم افكار جميله، حالمين بحاجات جميله جدا. بيبتدي الديزاين ستوديو ده بيطلع الافكار الكونسبتوال ديزاين اللي بتتعرض على الكلاينت. بعد كده بقى تخش جميع الاقسام تشتغل. الاركتكتشرال ديبارتمنت بتشتغل، الانشائي، كله. بلس السيستمز اللي بنشتغل بيها النهارده. احنا سنة 84 دخلنا اول سيستم كاد في مصر. سنة 84. السيستم ده بيبقى فيه موديل واحد بيتعمل عليه الديزاين كله. وبالتالي بيضمن ان مفيش اي تعارض في شبكات، في كاميرا، في دكت بتاع التكييف. وطبعا ده كان سنة 84. النهاردة تطورت وانا بنستعمل البي اي ام في كل مشروعاتنا. ف وي ار كيبل النهارده ان انا اقدم خدمات متكامله لمشروعات كومبلكس بروجكتس. جميل ما شاء الله. طب انا عايز اروح حضرتك قلت كلمه مهمه جدا دلوقتي، عندك الشباب المهندسين الحالمين. انا عجباني جدا ان انتوا حضراتكم بتدوا فرصه للناس الاول بدون قيود. يعني اول خطوه مفيش، ما بتحطلوش اللي هو يعني ايه لازم اضيب قطر معين يمشي عليه. ابدع وانطلق وبعد كده نشوف. هنسميها رياليتي تشيك. اكيد تحديات كبيره جدا، اكيد نسبه كبيره جدا جدا منهم شباب. النيو جينيريشنز عندهم افكار مختلفه، كله عايز ينطلق، مش عايز يلتزم قوي بنظام، والهندسه نظام. هاو دو يو هاندل؟ هي طبعا دي نقطه، اتس فيري فاليد بوينت.
البدايه بالنسبه للديزاين ستوديو دول بيبقوا ما فيش قيود عليهم بالظبط. يعني كتير في مشروعات بنعمل زي مسابقه داخليه بيبقى في مثلا 4-5 من شباب المهندسين كل واحد بيطلع بكونسبت ويتعرض على السينيور اركيتكتس ويختاروا واحد اللي هيكملوا بيه. ففي الاول ما بيبقاش فيه اي قيود عليهم. بعد كده طبعا اي سي جي عندها مانيوال سيستم فيري ريجيد واي سي جي ستاندردز في الماتيريالز المستخدمه في طريقه الشغل. فبنحاول اننا نفرضها على كل طبعا بنعمل على طول دورات تدريبيه بنشرح للناس السيستم بتاعنا ايه. السيستم بتاع الديزاين، السيستم بتاع التشيكينج، في حاجه اسمها سكوات تشيك انك بتخلي مجموعه تعمل تشيك، مجموعه من تخصصات مختلفه تعمل تشيكس على الديزاين تشوف انها ات ميك سنس. ف اتس فاليو تشين، يعني هي سلسله قيمه كامله. طبعا طبعا لان انت احنا عندنا فروع في حتت كتير. عندنا فرع في اسيوط، عندنا فرع في اسكندريه. والحقيقه دول برضو دي ار سكسس ستوريز، لان كانت اسيوط فكره كويسه لان اسيوط فيها جامعه قويه وفيها شباب متعلمين كويس. فعملنا مكتب هناك، اعتقد اننا عندنا يمكن فوق 120 واحد دلوقتي في اسيوط، وبنحول لهم شغل من عندنا هنا في مصر بيتعمل في اسيوط. والكواليتي هي نفس الكواليتي، هي اصل انت كمان دلوقتي بالاي تي الراجل شغال في اسيوط نفس الموديل في مديره هنا قاعد في القريه الذكيه شايفه هو بيعمل ايه. فما هواش ان هو قاعد معزول لوحده هناك، فمديره قاعد معاه وبيوجهه من هنا. جميل. وده نفس الموديل اللي احنا عاملينه مثلا في الفروع الخارجيه. يعني مثلا مكتبنا في ابو ظبي او في قطر بياخدوا شغل ديزاين، ممكن تلاقي الليد انجينير بتاع كل تخصص موجود هناك في المكتب في ابو ظبي او في الدوحه، والتيم اللي شغال موجود هنا في القريه الذكيه. احنا عندنا هنا يونت اسمها الاي دي يو انترناشونال ديزاين يونت. دول مجموعه شغالين لمشروعاتنا الخارجيه تحت اشراف الليد انجينيرز اللي هم في الفروع بره. فكان هو ده التيم بتاعه اللي هناك بس قاعد هنا. هو الترند جميل دلوقتي بصوا كمان في الاي تي اللي هو بيسموه الادج تكنولوجي، ان هو يعني حتى سام تايمز مش محتاج يرجع لمديره لان السيستم كله بيقول له كمان شايف. هاو يو كان هاندل كل حاجه، وكله شايف كل حاجه هاو يو كان هاندل. سؤال في اتجاه مختلف تماما، حضراتكم بالخبره العظيمه دي ما شاء الله في كل ما يتعلق بمجالات الانشاء في مصر والتصميم والانجينيرنج بصفه عامه، هاو دو يو سي ذا ماركت؟ الماركت فيه حركه جامده جدا، وفي نفس الوقت في ناس كثيره مش عايز اقول بتتعور وبتخرج، او الكي بتاع السكسس ايه في المجال ده خاصه النيو بلايرز، الناس اللي داخله شباب كتير عنده حماس وعايز يعمل شركات مقاولات وينطلق وهكذا. لا هو في شغل كتير، بلد فيها شغل كتير في بجميع السكيلز المختلفه، بلس ان لو في مكاتب صغيره متخصصه في حاجه برضه بيبقى عنده ادج. يعني انا ممكن الجا لمكتب صغير اجيبه، يعني مثلا افرض عندي مثلا اكوستكس حلو. مثلا احنا عملنا الاوبرا بالظبط، الاوبرا احنا كنا الاستشاري العمومي بتاع الاوبرا عاملين كل الديزاين، انما طبعا ما عندناش في خبرات فيري سبيسيفيك لازم اجيبها. لازم اجيب حد بتاع مسارح، لازم اجيب حد بتاع اكوستكس، لازم اجيب حد بتاع اناره، ما عنديش كل ده ان هاوس. مثلا في، انا عارف ان في ناس بتوع اكوستكس استشاريين صغيرين اخويا في مصر ممكن استعين بيهم. حتى في اوبورتونيتي في المشروعات الكبيره، في اوبورتونيتي لو هو عنده ادج، عنده نو هاو، ممكن المكتب الكبير ما اقدرش انا احتفظ بيها اون ماي بيرمننت ستاف لونج تيرم بالظبط. ففي فرصه له، بلس ان في مشروعات كتير برضه باحجام مختلفه. مهندس احمد سيد رئيس مجلس اداره جامعه المهندسين الاستشاريين، شكرا جزيلا، نورتنا وامتعتنا بشده.